طبيعة الحال انا جو فيليسيت ميفي لانه دار واحد الكرو ماتش، لانه كنظن رغم النتائج اللي ما كنحصلوش ليها والانطلاقه السيئه ديال الموسم كنا درنا انتدابات الحمد لله. كان عندنا مشكل واحد هو لا كويزيون. حنا الان كنجمعوا واحد العائله اللي ما مكوناش من 11 لاعب، مكونه تقريبا واحد 24 لاعب مع الستاف مع السيده الرئيسه مع لي دوك مع كلشي. نتمنوا تكون انطلاقه هذه، وعندنا واحد اسبوعين ديال الراحه ديال البريك نتمنوا، لانه خصنا مازال نشتغلوا باش نحصلوا على المبتغى ديالنا، لانه عندنا واحد المشروع. نتمنوا يرجع بخير على فريق رجاء البيضاوي، لانه يكون خير بديره خير على فريق رجاء. انا فرقتي هذه نتحمل انا المسؤوليه، ما عنديش المشكل. انا نخدم خدمتي، كنلقى الاعانه من 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 السيده الرئيسه. ان شاء الله نيتنا نخدموا بها، لانه هذه فرقتي، هذه فرقتي انا، ما خدمتهاش انا شكون غيخدمها. ونتمنوا غادي نبقاو نضاربوا ليل نهار حتى الفريق يبقى في لو مانتيان، باش كما قلت لك نشتغلوا على المشروع السنه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. كما كتشوف سريع التعادل دينا نقطه. كما كتعرفوا الفرقه في الاول كانت ضعيفه، دابا يلاه درنا الفرقه دارت انتدابات. انا براسي عاد جيت وحنا خدامين، فهمتي، حنا خدامين ان شاء الله باش نخرجوا الفرقه من هذه الوضعيه اللي هي فيها. انتما كتشوفوا لعبنا قدام الوداد اللي فريق كبير، وامتى هما مجموعين مع بعضياتهم وتقاتلنا وما لاشيناش، بقينا ايد في يد، وحنا راه جروب مزيان وكنخدموا بروغريسيون ان شاء الله باش نخرجوا الفرقه من هذه الوضعيه اللي فيها. الجمهور كنقدروا نديروا هذا الشيء، كيموتيفينا بزاف، كيسيبورتينا بزاف، بقاو يحضروا بكثافه وان شاء الله غنبقاو نديروا نتائج ايجابيه.